كلام مهم، لكن أهم مكاسب الأهلي في هذه المباراة نشوف رأي الكابتن محمد يوسف. مكاسب المباراة النهاردة إيه وسلبيات المباراة إيه من وجهة كابتن محمد يوسف؟ يعني أنا لما أشوف النهاردة الأهلي من مكاسبه محمد شريف إنه يحرز هدفين النهاردة، أنا سعيد جدا لأنه وكان هجيب الهاتريك في الكرة اللي اتعملت له فيرست تايم وراح بس حطها في وسط الجون شالها الحارس المرمى، لكن النهاردة شريف بيرجع تاني هداف بيكسب النادي الأهلي، واعتقد انه برضه يعني بيقدم نفسه لكيروش بشكل قوي جدا. دي حاجه. تاني حاجه احمد عبد القادر عجبني جدا في الهدف اللي عمله محمد شريف، الاسيست اللي عمله محمد شريف وراح واحد ضد واحد، وهنا بتبان لعيبه الاطراف. انا احب قوي لعيب الطرف يا كريم اللي يعمل عنده حلول الفارق. لان انت النهارده بتريح فرقتك. ايضا عايز عمرو السوليه، عمرو السوليه محافظ على مستواه بشكل كبير جدا، لعيب وسط ملعب يعني لا غنى عنه في النادي الاهلي، تحط جنبه ديانج، تحط جنبه عمدي فتحي، عنده مسؤوليه، لعيب بيأدي بشكل يعني شبه ثابت في المستوى، حتى لما بيقل شويه بيقل بس مش للدرجه اللي ملفته للنظر يعني. بالظبط. سلبيات انت قلت لي مشاكل خط الدفاع، واكيد الدفاع يعني هيشتغل عليها موسيماني اكيد طبعا، لان انت عندك محمد عبد المنعم ورامي اتنين لعيبه مدافعين كويسين، لكن لازم يبقوا اقوى من كده، ولازم اليو ديانج كمان يبقى واقف قدامهم اقوى من كده، لان لو لاحظنا الهدف الاولاني ملعوب من عمق الملعب. طبعا مكاسب كلنا يعني لمسناها وكنا نتمناها الحقيقه. كنا نتمنى عوده محمد شريف، قفشه، السوليه، كنا نتمنى ان ما يخشش فيه نجوان، ولكن هو اتكلم برضو ان رغم ان في ايجابيات، في ناس استردت نفسها، استردت مكانتها، استردت ثقه الناس في قدراتها، ايضا في سلبيات، واحنا بنتكلم اهو ما ينفعش ان يخش في النادي الاهلي هدفين في مباراه لازم يكسبها وتقدم بهدفين، وده موقف متكرر من السنه اللي فاتت. نتيجه ايه؟ انا بقول نتيجه ايه؟ يعني ديانج في خلاف على قدراته، ما ينفعش يا ديانج حد يبقى واقف لوحده في الحته دي. كابتن حمدي فتحي برضه في حد في خلاف على اهميته وقدراته، فما حدش يقول لي بقى ان تغييره حمدي فتحي دي غلط، لان ده احد المطالب. لكن ما ينفعش في وجود ديانج وحمدي فتحي يبقى الناس متسابه بالمنظر ده توصل بسهوله دي للمنطقه دي. يبقى في حاجه ان الجزء الدفاعي بيبدا من التلت الهجومي بتاعنا، لما يتعمل كويس والفرقه تبقى مندمجه، مش هقول كومباكت بقى، مندمجه، اتكلم عربي شويه، الفرقه المندمجه دي تتحرك كتله واحده، فما يجدش المنافس بتاعك المسافات البينيه بين الخطوط انه يتحرك بحريه. خليك مندمج، واحد شوطه من 40 يارده تخش جون في المقص يبقى انت عملت اللي عليك. لكن ما يخلوش يشوط من على حدود المنطقه او من داخل المنطقه بتاع دي، نبتدي نقول الجون ومش الجون. انا اتمنى الاجوان برضو تبقى وصلت الى الحاله الخرافيه اللي تشيل لنا حاجات صعبه جدا، لكن اذا ما شالتش ما يبقاش ده اخطائها برضو. خلينا موضوعين شوية، عايزين الفرقة ترجع مندمجة وهي بتتحرك دفاعا وهجوما عشان نتعرض لهذا الموقف السخيف تاني. طيب.